السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رح نبدي نجمع هاي المنظومة اللي تتكون من 1400 بطارية ليثيوم أيون من 2200 ملي أمبير. مثل ما شاهدون جبنا صندوق الكابينت هذا البوكس، فتحنا فتحتين الفانات، واحدة على الجانب الأيمن واحدة على الجانب الأيسر. فتحناها اثنين، سوينا مراوح مكان المراوح. نحتاج هاي المراوح شنو؟ لخروج الهواء. يعني صندوق هذا راح يصير السحب مالته من جوا والخروج مالته من فوق. فصممنا مروحتين فوق والفتحة جوا اللي موجودة بالصندوق اللي هي هاي قدامكم، هاي راح تصير تسحب هواء. طلعا هاي البطاريات احنا مكملين تشيكيه من زمان، 7 مدى كل عمود بحدود 400-450 امبير. كل هاي المنظومة هاي طبعا شيكناها احنا فحصناها. حاليا وضعنا العوازل اللي نخليهن داخل صندوق عمود، لا تلامس البطارية جدار الصندوق ويسوينا مشكلة. ضروري نعزل الجانب المنظومة من الاتصال بالحديد. الظهر والجوانب عندنا خلينا عندنا هذا العازل الحراري، وضعناه هذين الصفحتين. الجانب الجوه هذا مثل ما قلت فتحة مال دخول هواء، والمراوح فوق الدور من عند هواء. نظام التبريد ما ادري راح يصير الفتحه الجوه مثل ما شاهدوا هاي اللي بيها الاعمده الميلين، راح من هنا يدخل هواء عندنا. راح نخلي فلتر، راح نسوي فلتر يمر الهواء منا مرور، نخلي من هنا قطعتين 10 سنتيم المسافه بين القاعده وبين الارضيه، المسافه 10 سنتيم، ونخلي فلتر شلون مثل مجر يدخل جوه وعمود يدخل الهواء من داخل الفتحات ويمر بالبطاريات والخلايا والاعمده ويخرج من اليمين واليسار من المراوح اللي موجوده حاطين بالسقف اللي في العلوي، عم تسحب الحراره من تحت تدخل حراره وتخرج على جانب المراوح العلوي من فوق. وسوينا المراوح تشغيل مانوال يدوي، يعني لين احنا بدنا نسويها اوتوماتيك سويناها مانوال يدوي لين احتاجين بعض النقاط البسيطه، وما ردنا شوي نعقد المنظومة لأن كان عندنا اللي يحتاج إلى كارت وديسي ومخفض ديسي وهاي 24 وكارت 12 فولت ففي هواي. عموما احنا ممكن نقدر نضيف منظومة مع البرمجة اوتوماتيك للحرارة لاحقا، حاليا ترك الموضوع. عزلنا خطوط الحار والبارد مثل ما شاهدون، وضعنا الأعمدة بالكابينة دنشيكها، وضعنا هسه حاليا الكنترول القواطع الدورة. خلينا قاطعين، قاطع مانويل وقاطع اوتوماتيك. قاطع مانويل في حالة اذا عطل الاول او صار عنده مشكلة ان شاء الله مانويل، يعني هذا احتياطي يسموه، الاول يدوي والثاني تريب اوتوماتيك سيربي. وضعنا مثل ما شفنا هاي القطعة الزرقاء اللي يقول عليها البي ام اس. هنا كملنا هاي الثلاث قطع ذني حاليا، راح نبدي نجي نجمع البقية. راح نثقب مال دي سي وراح نثبت المراوح مثل ما شاهدون. ثبتنا المراوح حاليا داخل الصندوق، مروحتين يسار ويمين، هذين المروحتين سحب من الداخل للخارج. وضعنا البي ام اس وشدينا الاسلاك مثل ما شاهدون. هذا البي ام اس اللي راح افتح القطع الجانب الازرق هذا مالت الكيبل، راح اسويه شوي كيبل او تيرمينال ثابت مو متحرك. قاطع دخول مثل ما شاهدون، يطلع البي ام اس يدخل بالقاطع الدوره، يطلع من قاطع الدوره يروح وين القاطع الثاني ويخرج من جوا، وبعدين احنا نصعد اللي فوق على التيرمينال. وضعنا الاسلاك مال بي ام اس، شيكنا حسبنا المسافات، حسبنا كم نحتاج احنا من الاسلاك، والاعمده ذني شيكناهن وحسبناهن وفحصناهن فحص مبدئي، بعد وراهم فحص اخر يعني تاكد من الفيوزات ونثبت الاقطاب من ناحيه اخاف بالتثبيت لي يتحركن عندنا. عموما كملنا الصندوق، شدينا الفانات، شدينا البي ام اس، قواطع ثبينا، قعدنا القطعه، سوينا عزل. راح نثقب الان القطع مال دي سي مثل ما قلت لكم. هذا الكيبل سويته، لغيت الخط الازرق وسويته كيبل برغي وقفيص وسراسطه نحاس مطليه، ثبتتها تثبيت محكم. هذا البارد منها نزل عندي، خط البارد صار على اليسار وخط الحار صار على اليمين. الخط الحار يصعد عندنا يدخل بالتري كيبل، يصعد ويدخل وين يروح؟ يروح بالقاطع الدورة من فوق، وكذلك الخط البارد يجي من القاطع الثاني، يجي من البي ام اس، وبعدين راح يصعد بالجانب الاعلى اللي هو مال التيرمينال. رتبنا كل ذن الامور مثل ما تشاهدون حاليا. القواطع الحماية ثبتناهن، المراوح ذني ثقبنا، هنا عندنا مكانات التخريج
الحار والبارد، الموجب والسالب، ما البطارية سويناها ووضعناها فوق الفان عمود. إذا أردنا نكمل طابق ثاني فوق المنظومة راح نقدر نخلي الإنفرتر وملحقاته وكل غراضه فوق، وبس مجرد راح نسوي كيبلات توصيل بحيث ما اسوي شيء، يعني ما افصل الداخل عن الفوق نهائيا، بس اركب كيبلات. مجرد لما اركب الفوق اخذ كيبلات اكبسهن وين بالمنظومه مباشره واربط البراغي، يعني ما عندي اي مشكله. يعني عكس الطريقه القديمه اللي كان بي ام اس فوق والداخل الكابينه وتوزع وكانت بيها عندنا ما تنفتح، بهاي الطريقه او قسر الكابينه قسمين، قسم اقدر اوديها باي مكان بعد ما اقطعهن قطعتين وبسهولة تصير. مثل ما تشاهدون الفيوزات، نتابع الفيوزات، اخاف عندنا فيوز مثلا محروق مكانه متحرك او متخلخل او ما ملحوم زين، احنا لحمنا بوينت لحيم النقطة، فلحيم النقطة شوية بعض الاحيان شوية يعني راد لعلاج وتأكيد. مثل ما تشاهدون عندي هذا هنا المكان كان بي اكو تسريب بسيط فاستغليته بالكاوية. بالنسبة للنقاط اللي ما أحتاج أنه أكبسها بالبوينت، لأي نقطة حسبيها أشتغل بالكاوية، يعني عندي بكل ما يقارب 8 بطاريات 30 بالكاوية. مثل ما شاهدون وضعنا اللي هنا التثبيت الباز بار، هذا ضروري جدا إن هذا الباز بار متحرك، ولازمة الفيوزات ما ملزوم أي شيء، يعني مجرد محطوط على الهولدرات. والحمد لله تجاوزنا هاي المشاكل كلها، اللي هاي كانت اول منظومة للحمل الحيم بالسبوت ويلدينج، لان سابقا كنا نستخدم الكاوية 1400 قطرة لحيم بالظهر وبالوجه، لكن الحمد لله بهاي الطريقة لا، احنا استخدمنا النقاط اللحيم يمكن فقط مثل ما تشاهدون على النحاس، فقط على البوري النحاس موجود عندنا هنا، مو على البطارية لا على الظهر السالب ولا على الموجب، لأن الحرارة كانت تأثر عندنا وقدرنا نتجاوز هاي إلا في بعض النقاط البسيطة، ممكن في 10-20 بطارية لحمناها بالسولدر وعالجناها علاج مضبوط، يعني كان يعني ما ردنا نستخدم السبوت ويلدينج وهذا للسهولة يعني، والحمد لله يعني قدرنا عالجناها كل هالأمور. أفتح فتحة أنا بالبودي أثبت الساعة بها وحاولين أثبت الساعة بالنص، اخذت مكان بالنص عمود يكون سهولة القراءة بالنص، مو الجانب الايمن ولا جانب ايسر، خليته بالنص عمود اقدر اقراها بسهولة وتكون مستوى الجسم وقريبة. يعني كذلك هاي الباز بارات ذني اللي قلت لك اللي احنا راح نسويه، احنا ان شاء الله تحت ركبنا منظومة فوقها ثانية راح اربط بس مباشر كيب تركيب بدون ما يعني اثبت اسلاك وادخل اسلاك، فقط يدخل سلكين حار وبارد للمكان. راح اثقب هذا المكان مثل ما تشاهدون، راح اشوفكم شلون بعد التثقيب. البطاريه مثل ما شديناها بمكانها هنا، انا حاليا بعدنا ما شادين البراغي وما شادين الاسلاك البي ام اس وكثير من الامور ما شاديها، بس قدرنا نثبت الكمبيوتر مثل ما شاهدوا، هو السي تي مالته مال قياس والكمبيوتر والاسلاك وكل الامور ثبتناها لمكانهن، وضعنا تريكيبل وثبتنا الشاشه مثل ما تشاهدون، خليناها بالنص وكلها تكملت والحمد لله. راح اشغل تشغيل واشوف يعني استيعابها، فقط التشغيل يعني مو تشغيل بدون بطاريه، لكن اشوف الحركه مال السويتشات واشوف العمل يعني عملهم شيء مثل ما تشاهدون. يعني البوكس كملنا حاليا ما عندي اي مشكله به حاليا، بقى هسه حاليا اني راح ابدي شو اسوي، راح اثبت الايكولايزرات واثبت كل النقاط البقيه وراح اختم المنظومه بالتشغيل كامل. مثل ما تشاهدون هسه حاليا نظام التبريد قلنا يدخل اي من هنا ويمر من جوا ويتحرك ينتقل بين الفان اليسرى والفان اليمنى، وهاي عمود اجل يبرد البطاريات من تحت يصعد على البي ام اس والكارتات ويخرج برا، هذا نظام التبريد مالنا. كملنا كل اجراءاتنا حاليا، شدينا البطاريات وشدينا الايكولايزرات وشدينا التيرمينال وشدينا الحراره يعني مقياس الحراره وجهزنا المنظومه، اصبحت المنظومه جاهزه 100% الان مثل ما تشاهدون، فولتية 27.1. الكمبيوتر هذا اللي يقرا معلومات الشاشه التفريغ والشحن والمتبقي والحراره وكل المعلومات يقراها، هذا الجهاز بيه اكثر من 5-6 قراءات 8 قراءات متبقي من الكيلو واط والامور كثيره، والحراره والتفريغ والواطيه والامبيريه والفولت وكل الامور والبرمجيات تقدر تشغل ريلي. هذا الجبديه هذا عندك البي ام اس
هذا طبعا نوعية جيدة كل جيد، متأكدين عنده شادين من عنده هواية. احنا هذا البلوتوث مالته والسي تي والقاطع الدورة. سوينا سويتش مانيوال بالنسبة لل هنا ضربت ايدي. سوينا سويتش مانيوال هذا الدقمة لتشغيل فان، ما رد نسويها اوتوماتيك، خليناها بالصيف شغلها وبشتاء طفيها بسويتش طخة واحدة يعني بدون ما يعني نسوي برمجة وشينا تحتاج واي الى مواد. رتبنا الأعمدة على شكل ترتيب 1 2 3 4 7 أعمدة، وضبطنا كل الأسلاك وشدينا الإيكولايزرات البالانسرات ذني من هذا النوع الديليجرين، هذا نوعية كل إشراقي، هذا يعني كل عمود شد لقطعة واحدة. أنا دائما أعتمد هذا النظام لأن هذا النظام كلش يعني قوي ومضبوط وأنصح به دائما من اسم العملي. مثل ما الشاهد نسي حاليا عندي الأحمر هذا هنا بالانس دي سو بالانس، أكو عندي عمود شوي نازل. وكملت الأسلاك وكملت الأقطاب مالتهن مثل ما يشاهدون، البراغي يكون ثبتتين وثبت القاطع. راح أثبت جوا عندي بعد خشبة أصير جوا بالأخير أخليها عمود أحافظ أنه أخلي البطارية ما تحرك. وهذه أقطاب ما ترمينال قلت لكم إذا رتب المنظومة فوق راح أربط كيبلات مباشرة، أربط أشغل الانفرتر والكهرباء تكون واحد، وهذا يكون طريقة سهلة للفتح والنقل. هذا الفلتر هنا مكان فلتر تيد يعني تخلي فلتر او ما تخلي فلتر، يعني مسوي خروج. عموما يعني كثير من الامور النقاط اللي احنا سويناها والحمد لله كملنا المنظومة واصبحت جاهزة 100%. راح هسه نشيك البي ام اس ونشوف تشغيله وشوف وضعيته. كملنا احنا كل المنظومة، شيكنا المنظومة، باقي ننتظر بس سوى تفريغ وشحن ونشدها على الانفرتر ونشيكها. حاليا ما عدنا يعني بعد نكمليها اليوم كملناها، راح نبدي نشيك كل الامور. مثل ما تشاهدون هاي كل المنظومه حاليا بالداخل، القاطع دوره، فان يدوي، قاطع يدوي، قاطع اوتوماتيك، بي ام اس، مراوح، الشاشه الداخل الخارجيه. كملنا كل اجراءاتنا، هل اصبحت المنظومه جاهزه حاليا؟ واصبحت جاهزه ما عاد مشكله. طبعا ندخل على البلوتوث مثل ما تشاهدون هسه حاليا كنكن على البلوتوث. احنا حاليا الفولتيات عندنا 7 امبيد كل عمود، يعني شوفون 4.418 4.35 24 62 40 44 83. عموما يعني وعندنا حاليا البالانس يصير حرارة عندنا 24 مثل ما تشاهدون 24 24. الحرارة عندك يعني التفريغ والشحن وذن الأمور كلها احنا نبرمجيها على حاليا مثل ما شاهد 400 أمبير. عندي الفولتيات الشحن التفريغ يعني كلها نبرمجها مثل ما شاهدون. هذا هنا أندر فولتج والسيل أندر فولتج، عندك هواي أمور يعني كلها برمجناها كلها. وعدنا ان شاء الله برمجة نشرح على هاي البرمجة ان شاء الله البي ام اس في اقرب وقت ممكن ان شاء الله. هذا يحتاج لموضوع كامل بس على البي ام اس. عموما هذا البي ام اس هاي البرامج مالته دي يشتغل عليه حاليا وضع جيد الحمد لله. واخيرا تقبلوا تحياتي لكم بالخير، اي سؤال احنا مستعدين نجاوبكم عليه على الواتساب او على الكومنت باليوتيوب. وان شاء الله اللي يقدر يقدم مساعدة للآخرين يقدمها، وهذا فشي فخر عظيم أنه احنا نفتخر به. ذلك لا تنسى أن تزرع البسمة في نفوس الآخرين، ولا تنسى أنه تقدم الخدمات للناس المحتاجة، وإن شاء الله التوفيق يكون للجميع. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.